وضمن هذا المهرجان الكبير التراثي الذي يقام على أرضية هذا الميدان وضمن هذه الفعاليات التي تنضم في هذا المهرجان لننطلق بأول أيام سباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذه الجائزة الكبيرة. ينطلق مشاهدينا الأعزاء حفلنا الكريم الشوط الثاني عشر والخاص بالإبكار الإنتاج التي تنطلق بمسافة الأربعة كيلومترات، حيث نذكر أن بالتكريم للفائزين بالثلاث المراكز المتقدمة بمادة الزعفران ومرورهن من أمام المنصة الرئيسية لأرضية هذا الميدان لأيضا ينطلق الكل بهذه الآمال الكبيرة بأن يحقق الفوز والناموس خلال هذه الانطلاقة. نتابع المقدمة وفي المركز الأول خلال أيضا هذا الانطلاق الرائع والجميل هنا مقدمة هذا الشوط اللي أمامه تاتي على المركز الأول لسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بينما المركز الثاني تتواجد في هذه اللحظات المزن لسيد محمد بن سالم بن عوي الشامسي، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات وصول من ريمة لسيد حميد بن مطر بن عميرة الشامسي التي تسللت مع المركز الثاني خلال هذه اللحظات، بينما المركز الرابع وصول وتواجد أيضا مشاهدين الأعزاء في هذه الانطلاقة من السراقة حميد بن عبد الله بن سعيد اليابري، تدخلت أيضا في هذه اللحظات العزوم لسيد محمد بن حمد بن حبروت إلي نيبي خذت المركز الرابع لتكون خامسا الشاهينية محمد بن سعود بن قران الاكتبي، والمركز السادس هنا تدخلت أيضا مياسة لسيد مبارك بن راشد بن علي الشامسي من تحتل أيضا المركز السادس، والمركز السابع هنا الوصول أيضا من سرابة حميد بن وحمد بن حميد بن سالم الدرعي من يأتي مع انطلاقة سرابة بالمركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع هنا الوصول يأتي أيضا مشاهدين الأعزاء من دمعة ناصر بن سعيد بن سهيل الراشدي من يقدم دمعة في المركز السابع، والمركز الثامن وصول أيضا من الشاهينية محمد بن سعود بن قران الكتبي. المركز التاسع تدخلت من الجانب الآخر ولكن وصول أيضا مشاهدين الأعزاء أمصاح عوض بن صغير بن عنود العامري، وهناك من الجانب الآخر مشاهدينا الأعزاء تتواجد في هذه اللحظات. وصلت الظبي يمعى بن شطيط بن حمد الشامسي من يقدم الظبي التي بدأت تتسلل من مركز إلى مركز متقدم في هذا الانطلاق لتصل إلى المركز السادس خلال هذه اللحظات وخلال أيضا هذا التحدي الرائع والجميل. راقبوا كم من هذه الأعداد القادمة والمنطلقة في هذا الشوط والتي تحمل الآمال الكبيرة بوجود شعارات عملاقة مشاركة في هذا المهرجان. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول. ما زالت اليمامة، ما زالت اليمامة على مقدمة هذا الشوط. الله يا اليمامة محمد بن سهيل بن عويضان العامري من يأتي بانطلاقة اليمامة على مقدمة هذا الشوط. تحركت هنا ريمة، تحركت ريمة حميد بن مطر بن عمير الشامسي من يأتي مع انطلاقات ريمة. وصول خطير من المزن، المزن 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 تأتي على المركز الثالث محمد بن سالم بن عوي الشامسي خذت المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا الوصول يأتي مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات من دمعة ناصر بن سعيد بن سهيل الراشدي مع المركز الرابع، والمركز الخامس تدخلت أيضا في هذه اللحظات. يا سلام السلام السلام حمد بن حميد بن سالم الدرعي مع المركز الخامس في هذه اللحظات، والمركز السادس وصول خطير، وصول خطير وبره محمد بن هادي بن حويرب المنصوري خذت المركز الخامس، ووصول ايضا مشاهدين الاعزاء الشاهينيه احمد بن عبد الله بن عمير المنصوري من ياتي بانطلاقه شاهينيه في المركز الخامس خلال هذه اللحظات. الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الخطير للغايه بتحركات هذه الاسماء التي بدات تاتي من كل حد من وصوف للانطلاق نحو ناموس هذا الشوط. من سوف يحظى بناموس هذا الشوط؟ وصول خطير، وصول خطير مشاهدين الاعزاء. ميصال 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 سالم بالوهي بالزبنه العباري ياتي بانطلاقه ميصال التي تواصلت مع الامتار الاخيره لينطلق نحو ناموس هذا الشوط، ولكن العوده الى المقدمه، العوده الى الصداره غيرت مشاهدينا الاعزاء. دمعه 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 على المركز الاول، دمعه الناموس تاتي بهذه الامتار. الله يا دمعه ناصر بن سعيد بن سهيل الراشدي المركز الثاني، وصول اليمامه محمد بن سهيل بن عويضان العامري المركز الثالث، تاتي ميصال سالم بالوهي بالزبنه العباري المركز الرابع، سرابه حمد بن حميد بن سالم الدرعي و
وصول ايضا وصول خطير هنا عجيبه عجيبه خلف باب سويدان الكتبي، ولكن الله من الجانب الاخر تواصلت تواصلت ديباجه ديباجه مبارك من طرشون بن صالح العامري، ولكن المقدمه الكوكبه الخماسيه الكوكبه الخماسيه الانطلاق هنا مع مشاهدينا الاعزاء. عادت اليمامه عادت اليمامه عادت اليمامه ديباجه على المركز الثاني ديباجه، ولكن اليمامه اليمامه محمد بن سهيل بن عويضان العامري قاد هذا الشوط منذ بدايته حتى هذه اللحظات، ولكن ديباجه 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 اليمامه ديباجه ديباجه اليمامه التحدي الثنائي الانطلاق الثنائي لمن ناموس هذا الشوط ديباجه اليمامه 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 اليمامه، ولكن مشاهدينا الاعزاء كانت صاحبه الفوز والانتصار في هذا الشوط وفي هذا التحدي اليمامه محمد بن سهيل بن عويضان العامري، والمركز الثاني كانت ديباجه مبارك بن طرشون بن صالح العامري، بينما المركز الثالث وصلت ايضا دمعه ناصر بن سعيد بن سهيل الراشدي، والمركز الرابع السرابه حمد بن حميد بن سالم الدرعي، بينما المركز الخامس كان من نصيب ايضا الصعبه محمد بن سالم بن عنوده العامري. ما شاء الله تحدي اثاره انطلاق حتى الامتار الاخيره، منافسه قويه للقايه وشريفه تاتي مع ملاك الهجن في هذا الانطلاق في هذا المهرجان، مهرجان جائزه زايد الكبرى لياتي الكلب الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير، وكانت المنافسه كما شاهدتوا في هذا الشوط حتى الامتار الاخيره ما بين ايضا اليمامه وما بين ديباجه التي اتت ايضا بهذا الانطلاق الرائع والجميل، واليمامه هي ايضا من حققت الفوز والانتصار. هذه هي لحظات النهايه، هذه هي لحظات التسلل، لحظات الفوز والانتصار لتاتي مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق والتحديات الثنائيه ما بين الثنتين. هنا اليمامه قادت الشوط منذ بدايته وحتى نهايته، محمد بن سهيل بن عويضان العامري 6 دقائق 11 ثانيه 9 اجزاء من الثانيه، ديباجه اتت ايضا في المركز الثاني. مشاهدينا الاعزاء مبارك بن طرشون بن صالح العامري ادت اداء رائع وجميل حتى الامتار الاخيره بتوقيت 6 دقائق 12 ثانيه وفاء وتماما وكمالا المركز الثالث. مشاهدينا الاعزاء كان من نصيب مشاهدينا الاعزاء دمعه ناصر بن سعيد بن سهيل الراشدي التي قدمت ايضا الاداء الرائع والجميل حتى الامتار الاخيره 6 دقائق 12 ثانيه 5 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لكل الفائزين بالمراكز المتقدمه.